بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم بإذن الله نكمل شابتر 7. شوفي الافكتيفنس انتيو ميثود سلكشن اوف هيت اكسشينجر. نحن شفنا الافكتيفنس المقطع الماضي ان الكيو دوت هذه نحن عارفين انها تساوي اس يو اي اس في دلتا تي الام، والكيو ماكس قلنا انها تساوي سي مين مضروبه في ايش؟ مضروبه في دلتا تي ماكس. لاحظ هذه النسبة نسميها إيش؟ number of transfer unit UAS على C mean، C mean اللي هي m.cp mean، سواء كانت بالنسبة للهوت أو الكولد مين فيهم أقل نأخذها. for specified value of U and C mean، إيش الباقي عندنا هنا؟ AS فقط. the value of NTU is a measure of the surface area S. هنا تعني الـ NTU إذا كانوا هذو ثابتين مثلا تقيس اللي هو مساحة هذا surface area للـ heat exchanger. إذن كلما كانت الـ NTU كبيرة كلما كان الـ heat exchanger كبير. In heat exchanger analysis it's also convenient to define another dimensionless quantity. هذا الكمية اللي ما لها وحدة سميها capacity ratio C اللي هي C mean على C max. effectiveness relation في هذا التيبل يعطيك effectiveness relation مثلا بالنسبة للparallel flow، لاحظ بدلالة NTU بدلالة small c. small c قلنا انها C mean على C max، وال NTU اللي هي UAS على C mean. ودنا نشوفها كمان بالنسبة لي مثلا هنا counter flow، عندي هنا كاونتر فلو، تحسب الـ NTU مثلا جاءت قيمتها نقوله 4 تطلع كده، تحسب الـ C mean على C max اللي هي small c مثلا إذا جاءت قيمتها 1 فتأخذ الـ effectiveness يجيك 80%. فالقيمة الموجودة عندك هنا هي قيمة الـ C mean على C max. C mean على C max قيمتها هنا 0.25 0.5. هنا عندنا البارالل فلو، تحسب الـ NTU تأخذ مثلا قيمتها هنا عندك 4، لاحظ أنه هنا كم قيمة الـ C على C min على C max قيمتها 0.25 تجيك هنا effectiveness 80%. نفس الطريقة تعملها على لما يكون عندك one shell pass أو أي نوع آخر من أنواع هيت اكسشينجر تلقى في الكتاب موجود عندك اللي هو الفيجرز اللي خاصة به. في كمان ممكن نجيب الـ NTU relation. الـ NTU relation لاحظ مثلا بالنسبة للـ counter flow هذه هي relation تبعها، لكنها بدلالة ايش؟ الـ effectiveness وبدلالة small c اللي ما أعرف عنها. لو بدنا نشوف selection of heat exchanger، كيف نختار الـ heat exchangers؟ proper selection of heat exchanger depend on several factors، في عدة عوامل نشوفها. مثلا heat transfer rate زي مثلا maximum heat transfer rate اللي هي m.cp في t in minus t out. الكوست التكلفة، البامبينج باور، انت محتاج ووتر مثلا تضخه داخل البايبس او تحتاج هواء ودك تدفعه على هذه البايبس، تحتاج فان او تحتاج بامب. السايز حجم هذا heat exchanger او الوزن تبعه كمان مهم. نوع الهيت اكسشينجر، هل هو كاونتر فلو بارالل فلو، هل هو كروس فلو، هل هو تيوب اند شيل، والماتيريال المصنوع منها. طبعا هنا الاوبريتنج كوست تكلم هنا عن الكوست اللي هي تساوي بامبينج باور تضربها في عدد الساعات اللي شغلته فيها، وبعدين بسعر الكهرباء الموجود عندها. بهذا الشكل نكون خلصنا هذا الشابتر وكذلك المقرر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.